أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. الهيئة للمطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على فساد، استمرار التظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات. في المدى مصادر، إرغام معتقلي الاحتجاجات على توقيع اعترافات مفبركة وتعهدات. في كتابات، آلاف العراقيين يتظاهرون هاتفين لتغيير النظام. في الجزيرة طهران تقول إن 50,000 جندي أمريكي في مرمى نيرانها. العربي الجديد، شهيدان فلسطينيان وعشرات الإصابات في جمعة، أطفالنا الشهداء على حدود غزة. في القدس العربي، 1000 معتقل من دارية قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد. وكتبت الحياة عن حملة اعتقالات في السودان وملاحقة أموال مسؤولين في الخارج. الآن إلى المقالات. وفي حديث في مؤتمره الأسبوعي الثلاثاء، في حديث الثلاثاء، أخبرنا السيد حيدر العبادي بالحرف الواحد عن وجود مندسين في التظاهرات. قال إنهم ألقوا القبض على أكثر من 100 مندس في التظاهرات، وأن العدد في تزايد. العبادي لم يكتفي بهذه البشارة، وإنما أكد بصوت منتصر أنه ربما يعرضهم على شاشة قناة جيبوتي، ولهذا كان لابد أن تصدر رئاسة الوزراء كتابا تحذر فيه كل من تسول له نفسه المساس برموز من عينات عباس البياتي وسليم الجبوري. هكذا كتب علي حسين في صحيفة المدى ساخرا من تصريحات العبادي. إذن كل من خرج ليتظاهر ضد الفساد ورفع لافتة يسخر من الدولة ورموزها العظام في خانة المندسين، لأنهم يرفضون أن يعود عصر تدجين الشعب، ولأنهم يرفضون أن يعيشوا في ظل نظام يحكمه لصوص يعتقدون أن البلاد ملك صرف لهم، بعد 15 عاماً من سرقة ثروات البلاد والخراب والفوضى، يريدون منا أن نؤمن بأن البلاد لابد لها من رموز بخطوط حمر نعيش تحت وصايتهم. يريدون منا أن نقول لللص والانتهازي والمزور والمرتشي سمعا وطاعة، هذه هي الوطنية التي يفهمونها، وغير ذلك فإن الجميع مندسون وينفذون أجندات خارجية. يريدون أن تضيع إعمار الناس في البحث عن الأمان ولقمة العيش والرضا بالمقسوم، هذا هو مقياس الوطنية بالنسبة لهم، وما عداه فهو الاندساس للعمالة والارتماء في أحضان الأجنبي. متظاهرون مندسون لأنهم يريدون إجابات عن أسئلة غامضة: من سرق أموال الكهرباء؟ لماذا يقف القضاء متفرجاً وهو يرى حيتان الحكومة ينهبون البلد؟ لماذا يراد لهذا الشعب أن يصبح دوماً وقوداً لمعارك سياسية؟ ويتابع علي حسين: لماذا يصر العبادي ورموزه على إيهام الناس بأنهم محاصرون بالمؤامرات؟ لماذا يريدون من الناس أن تبقى أسيرة لمسلسل ساذج لا ينتهي من المعارك والخطب الطائفية والألعاب العبثية التي تريد وضع البلد على حافة الحريق؟ لنعترف ونقولها بصوت عال: نعم، نحن مندسون وننفذ أجندات خارجية ما دام الدفاع عن كرامة المواطن العراقي يعد خيانة وفضح الفاسدين عمالة للأجنبي، وما دمنا نكتب مقالات مغرضة عن الخراب والانتهازية السياسية والفساد ونرفض دولة القطيع، نعم أنا مندس لأنني أرفض قوانين قراقوشية تعامل العراقيين أو تعامل العراقيين على أنهم ضيوف ثقلاء في هذا البلد.
الأقاليم تخريب للتظاهرات. تحت هذا العنوان كتبت باهرة الشيخلي في صحيفة العرب اللندنية عن الدعوة إلى إنشاء إقليم البصرة التي ستمنى بالفشل الذريع لوضوح الأصابع الإيرانية عليها أولاً، ولأن المجلس الذي يدعو إليها فاسد كله، وهو من ضمن من انتفضت عليه الجماهير. نتابع البقية. مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت من البصرة وعت مدن الجنوب العراقي ووسطه، جاءت مطالبة مجلس محافظة البصرة بتحويل البصرة إلى إقليم إداري أو ما يسمى إقليم البصرة على غرار إقليم كردستان العراق. ويسوق المجلس مطالبته تحت ستار المطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات سيما الكهرباء ومعالجة ملوحة المياه، لكن الواضح أن هذه المطالبة جاءت لشق صف المتظاهرين وإفشال مظاهراتهم واحتجاجاتهم وإشغالهم بأمر ليس في وارد ما يطالبون به. مشروع إقليم البصرة قديم، وكان ممن نادى به لأسباب طائفية وبتحريض إيراني عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السابق. ويخمن بعض الناشطين أن من يدعو إليه الآن هو زعيم تيار الحكم عمار الحكيم إنقاذاً للعملية السياسية من السخط الشعبي الذي يحيق بها وإحياءً لمشروع والده. إن المتظاهرين يطورون أساليبهم لتصعيد احتجاجاتهم، وبالمقابل فإن الحكومة تتوسل بشتى الوسائل لتهدئة الأوضاع المتأزمة في المحافظات الساخطة وفي العاصمة بغداد عبر القمع واستعمال القوة المفرطة في مواجهة المحتجين السلميين. وتكمل الشيخ لقائلة إن منظومة صالحة كاملة تحل محل المنظومة الفاسدة كلها، هي العلاج لما يعاني منه المواطن من جنوب العراق إلى شماله ومن غربه إلى شرقه. وأما ما عدا ذلك فشنشنة عرفها الناس من أخزى. رويداً رويداً تتضح الصورة بخصوص التصرفات والإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية تجاه المتظاهرين على وخامة الأوضاع والمطالبة بحقوقهم المشروعة، إذ وعلى الرغم من كل الذي قد أشيع بشأن تعليمات صارمة من أعلى السلطات في العراق بعدم اللجوء إلى استخدام العنف والقوة المفرطة للتعامل مع المتظاهرين، لكن المعلومات المؤكدة التي لم يتم نشرها مؤخرا أثبتت خلاف ذلك تماما، بحسب ما كتب محمد حسين المياحي في موقع كتابات. بحسب مصادر مطلعة عديدة، فإن اللجوء إلى استخدام العنف وبصورة مفرطة كان على الأكثر من جانب أفراد وجماعات منتسبة للميليشيات والفصائل الشيعية التابعة لإيران، خصوصاً بعد أن تم تسمية طرف ميليشياوي تابع لإيران بالاسم من حيث اتهامه بقتل أحد المتظاهرين. ولأن هذه الميليشيات والفصائل التابعة لإيران مرتبطة بصورة مباشرة بفيلق القدس بقيادة الإرهابي قاسم سليماني، فإنها تأخذ أوامرها منه مباشرة، ولذلك فإنه لا يستبعد أبداً ثمة دور مشبوه للنظام الإيراني وراء هذه التطورات الدامية، هذه الاحتجاجات التي جعلت من التدخلات الإيرانية في العراق والأحزاب والفصائل التابعة لطهران والفساد مطالب رئيسية لها، وكلها بمثابة حراب موجهة للنظام الإيراني. فإنه ليس من الغريب أن تقوم أطراف تابعة لإيران بالتكشير عن أنيابها ضد المتظاهرين، وتقوم باستخدام ما لديها من جهد ومهارة تعلمته من مرجعيتها السياسية والتنظيمية والعسكرية. ويختم الكاتب بالقول إن مشكلة العراق الكبرى منذ عام 2003 هو التدخل السرطاني للنظام الإيراني في العراق، والذي لا يمكن أن يستقر إلا بطرده وحل الميليشيات العاملة التابعة له. كانت صدمة الأحزاب الشيعية العراقية كبيرة مع التظاهرات التي اندلعت أخيراً في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية،
إذ استهدف المتظاهرون مقرات تلك الأحزاب والميليشيات بالحرق والإدانة. فلماذا وكيف حصل ذلك؟ بدأت التظاهرات في أيامها الأولى في الدعوة إلى توفير الخدمات الأساسية الشحيحة والمتعثرة مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي وبالتأكيد فرص العمل. لكن التظاهرات تحولت بسرعة إلى ظاهرة معادية لكل الطبقة السياسية وممارساتها التي بنت الأحزاب العراقية تفاصيلها عليها عموماً والشيعية خصوصاً، علاقتها بالشعب منذ عام 2003 على الوعد بتوفير الوظائف وحماية الطائفة. وقد أشارت التظاهرات إلى سقوط هذين المبدأين بحسب الكاتب رافد جبوري في مقال له نشرته صحيفة العربية الجديد. التظاهرات الجديدة كانت واضحة في صخبها ورفضها أي وصاية أو تدخل سياسي حتى من الصدر، فقد شملت هجمات المتظاهرين في الجنوب حتى مقرات الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة المدعومة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني والمنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي. وقد خاض هؤلاء الانتخابات ضمن تحالف الفتح. انهارت سنوات من الضخ الإعلامي في البيئة الشيعية هدفت إلى خلع صفة القداسة عن الحشد الشعبي في أيام قليلة، عندما انفجر غضب فقراء الجنوب على أحزاب الحشد الشعبي التي رد حراس مقراتها على المتظاهرين باستخدام الذغيرة الحية. اتخذ رئيس التحالف هادي العامري قائد منظمة بدر، وهي الجماعة الشيعية المسلحة الأكبر والأقوى الطامح لرئاسة الوزراء، اتخذ لهجة تصالحية أعرب فيها عن تفهمه لطروحات المتظاهرين، وأعلن للمرة الأولى اعتذاره للشعب العراقي عن 15 عاماً من فشل الطبقة السياسية. ويكمل رافد جبوري قائلاً إن تلك الأحزاب ما زالت قوية وتملك السلاح، لكن اهتزازها أمام التظاهرات ولجوئها أو لجوءها للعنف المفرط يفيد بأن كل الأساس الذي أقيم عليه عراق ما بعد 2003 هو أساس واهن، وأن الحروب المستمرة وإعلانات النصر التي تأتي بعدها لم تزد ذلك البناء إلا ضعفاً ومزيداً من الوهن. المظاهرات المستمرة في مدن الجنوب العراقي منذ 3 أسابيع، مظاهرات الجنوب وبغداد، كانت وما زالت واضحة الأهداف، وغايتها تحسين الواقع الخدمي والمعاشي والسعي للقضاء على الجوع والعطش وتوفير أبسط مقومات الحياة الإنسانية ومحاسبة حيتان الفساد وتغيير الواقع السياسي بحسب الكاتب جاسم الشمري في مقال له نشر في موقع عربي 21. نتابع. أهمية مظاهرات الجنوب تكمن في كونها مظاهرات من المناطق التي تظن الحكومة وكافة الأحزاب الشيعية الحاكمة أنها حاضنتها الشعبية، وعليه أرى أن هذه المظاهرات غيرت جزءاً من المعادلة السياسية وأوصلت رسالة للحكومة ومن معها مفادها أن أهالي الجنوب ليسوا نائمين ولا يمكن خداعهم بعد اليوم بوعود تنموية وهمية، ولا إقناعهم بالسكوت بتخويفهم من إرهاب فكري أو أمني محتمل. حالة العشوائية في التظاهر وعدم الانتظام ستفتح الباب أمام المندسين لتخريب المظاهرات، وستشجع الحكومة وأنصارها على كيل الاتهامات للمتظاهرين تبدأ من التخوين ولا تقف عند حدود الإرهاب والأجندات المعادية للعراق والديمقراطية، وربما تصل حتى لإقحام هذا التوجه المذهبي الديني أو ذاك. الحقيقة الكبرى أن هذه المظاهرات أسقطت ورقة التوت عن الديمقراطية في العراق وعرتها أمام العالم، وذلك بسبب القوة المفرطة التي استخدمتها القوات الحكومية والميليشياوية في تعاملها مع المتظاهرين، والتي تسببت بمقتل قرابة 20 متظاهراً وإصابة واعتقال المئات. حسب رأي الكاتب فإن العراق لن يتعافى طالما المناصب والإدارات تعطى بحسب الولاء الحزبي وليس بحسب المؤهل العلمي، وكذلك لعدم وجود قانون صلب لا يميز بين الفاسدين
والمجرمين على أساس الانتماء الحزبي أو المناطقي أو العشائري، وهنا تكمن الكارثة. اليوم يراد أن تتقدم سوريا الأسد من نفسها ومن العالم، من دون فلسطين ومن دون الصراع مع إسرائيل وأهزوجة قلب العروبة النابض. شيء كهذا سيمثل، إذا كتب له أن يتحقق، سيمثل انعطافاً كبيراً، انعطافاً يعيد إلى الذاكرة الحقبة الساداتية في مصر التي تلت الحقبة الناصرية، أيام الانفتاح الاقتصادي وخروج النزاع أو الخروج من النزاع الإقليمي، بحسب الكاتب حازم صاغية في مقال له منشور في صحيفة العربي الجديد. من يناصرون بشار لأسباب أيديولوجية ساذجة سيكون من الصعب عليهم إقناع أنفسهم بعكس ذلك. لقد صار معروفاً أن الروس فاوضوا الإسرائيليين على سحب إيران مسافة 100 كيلومتر عن الحدود، وأن الإسرائيليين رفضوا وطلبوا أكثر. وصار معروفاً كذلك أن إسرائيل متهمة بأن يعيد بشار الإمساك بالحدود وإعادة الاعتبار لاتفاق فصل القوات الموقع في عام 1974. فالإسرائيليون بالتالي سيكونون من الأطراف الضامنة للأسد في طوره الجديد، وهي ضمانة لا تضعفها طائرة سوخوي ضلت طريقها فأسقطتها تل أبيب، أو تحويل الأنظار باتهام نشطاء الخوذ البيضاء بالعمالة للدولة العبرية، لأن الأخيرة أجلتهم إلى الأردن. وبالطبع فالتتمة المنطقية هي ما يعبر عنه الضجيج السائد اليوم عن إعادة الإعمار وعودة النازحين والقانون رقم 10. هكذا وصلت الحماسة بالبعض إلى افتراض حلب أخرى، حلب تعمرها تركيا، إذ عز تعميرها في ظل العلاقة القديمة مع دمشق، وهذا كله لا يزال حتى الآن أقرب إلى الجعجعة منه إلى الطحن. وبحسب الكاتب صاغية أيضاً، فإن الميل الصاعد في البيئة الحاكمة هو أمر لا تخطئه العين ويرسم وجهة مثيرة لسوريا وعنها، وهذا ما يستحق الكثير من التأمل والجهد في التعرف إلى سوريا الجديدة. وأغلب الظن إذا ما أمكن الإقلاع في الوجهة هذه أن يتخذ الكذب أشكالاً أخرى مفادها تغيير طبيعة الفردوس الموعود من تحرير فلسطين إلى التمتع بغنى غير مسبوق يفيض على الجوار، أما النهب والقمع فسوف يتضاعفان حتما وهما من نصيب الشعب. بعد اكتشاف الماء، هل توجد حياة بالمريخ؟ سؤال طرحه موقع الجزيرة نت. تمثل مسألة وجود حياة في أي مكان غير كوكب الأرض أحد الأسئلة الأكثر أهمية في العلم، وتقدم النتائج الجديدة دلائل مشجعة لكنها لا تعد برهاناً على ذلك. وقال الباحثون إن الأمر قد يتطلب سنوات للتحقق مما إذا كان هناك أي شيء حي فعلياً في هذه الكتلة المائية التي تشبه على الأرض بحيرة تحت الجليد، وذلك ربما من خلال بعثة مستقبلية تحفر في الجليد لأخذ عينات من المياه. وقال عالم الكواكب لدى المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في إيطاليا روبرتو أوروسي، الذي قاد البحث المنشور في دورية الساينس، هذا مكان على المريخ نجد فيه شيئاً يشبه كثيراً مكاناً يمكن أن توجد فيه حياة. وأضاف أوروسي إن هذا النوع من البيئات ليس مكاناً مثالياً لقضاء العطلة أو مكاناً تسبح فيه الأسماك،
لكن هناك في الواقع كائنات يمكنها البقاء والنمو في بيئات مشابهة، وتوجد كائنات دقيقة على الأرض قادرة على البقاء حتى في الجليد. الآن إلى زاوية الكاريكاتور. ختام صدى الأقلام، إلى اللقاء.